هتفضلي كده لامتى؟ انا عشت العمر ده كله مستنيك تفوقي، والله ما كان شبهك فيروز. محدش يستاهل غيري. انا عشت العمر ده كله على امل انك تبدعي تاني في حضن انا مش هو. ده بيت هند. هو ده بيت هند. طب كنت عايزها بعد اذنك. روح نادي على الهند. يا هند، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا نور؟ انت اتجننت يا نور؟ انت لازم تفهم ان انا عمري ما كنت هبقى ليك، حتى لو ما كنتش عرفت زينه واتجوزته انا مش ليك. زين والله العظيم ما خرجت بره اوضتها. مش تسلم الاول؟ ازيك؟ فين اوضتها؟ فيروز انا بحبك قوي، انا مش عارف احب حد تاني. روز بليز ما تسيبنيش. روز بليز عشان خاطري. ايه اللي تتزوق دي؟ مش تخبط. عندك حق، المفروض كنت تخبط. انت فاهم غلط يا زين. انت طالق. زين، زين اطلع برا برا اطلع برا برا. عايز اقول لك حاجه اول مره اقولها في حياتي، انا بحبك يا فيروز. تتجوزينا يا فيروز؟ تعرف اجمل حاجه حصلت لي في حياتي ايه؟ اني قابلتك وحبيتك وتجوزتك. مش معشان منك يا زين، هو ده الفرق بيني وبينك، عشان تعرف ان انا بحبك اكتر من بتحبني. انا لسه ما لقوش وصف للي في قلبي ليك. كل مره بتعرف تضحك عليا، مش بعرف ازعل منك خالص. معناته ايه الكلام ده؟ معناته اني بحبك. ربنا يخليك لي، يا اجمل نعمه ربنا من عليا. الروح رجعت لي دلوقتي. معنى الكلام ده انك بتحبيني. بحبك بس، انا بموت فيك. انت لسه بتحبني زي الاول؟ كل يوم بيعدي علينا بحبك فيه اكتر من اليوم اللي قبليه. ايه اللي حصل يا نور عيني؟ ما حصلش حاجه يا ام فيروز. مش هترجع البيت ده تاني. انا طلقتها. يا بري ليه كده يا ولدي؟ اقعد يا ام. ليه الخراب المستعجل ده؟ مش عايز اسمع اسمها تاني. فيروز كانت صفحه في حياتي واتقطعت. صفحه ايه واتقطعت ايه بس يا ولدي؟ التجربة دي اتعلمت منها ان كل كلمة قلتها لي زمان كانت صح يا اما. كلام ايه اللي قلته لك زمان وطلع صح؟ تمشيش ورا قلبك يا زين. خد اللي من توبك يا زين. خد اللي تحبك وما تاخدش اللي تحبه.
وانا ما سمعتش الكلام يا امه. الكلام ده انا قلته لك حاج، بس قبل ما اشوفها قبل ما اعاشرها يا ولدي، فيروز بتحبك، دي قلبها دهب دهب عيره، وقلبها يخليني ادوس على رجولتي فيحرق ابو قلبي. المهم انا قاعد معاك دلوقتي عشان قررت اخد اللي تستاهلني، اللي عشت العمر كله مستنياني، اللي اخلصت لي وانا مش ليها. قررت اتجوز ليلى يا امي. ليلى؟ ده قرار يا امي. كلموا مرات عمي واتفق معاها على يوم. اللي تشوفه يا زين. حتى لو طلقوا ليا ده قراره النهائي. انا برضو مش عايزاه يشوفني بطريقه وحشه يا بابي. انت لازم تروحي له، انت مش احسن منه. لما زعلتي منه جالك لحد عندك وصالحك، فانت دلوقتي لازم تروحي له وتفهميه ان هو ظلمك. انا خايفه من رد فعله، انا ما اضمنش الرياكشن بتاعه هيكون ايه. زين صعيدي يا بابي، والحاجات دي عندهم خط احمر زي ما انت عارف، وانا بصراحه لو رحت لحد عنده وعمل معايا موقف مش كويس انا مش هرضى ده على كرامتي. ومين اصلا هيسمح لك انك تروحي له؟ اتجننتي ولا ايه؟ وانت خلاص مستغني عن بنتك؟ افرض راحت له عمل فيها حاجه. لا زين طبعا مش هعمل لها اي حاجه، ده بالعكس هيقدر موقفها انها راحت له لحد عنده. زين راجل شهم وصعيدي وبيفهم في الاصول كويس. يا سلام، حتى لو مش هيعمل لها حاجه انت عايزه انه يصدق نفسه ويبيع ويشتري في بنتك؟ خلاص اشبعي بيها هي والتانيه، خليهم قاعدين جنبك. خليها يا حبيبي هي منوراني. قرر يجده في يوم وليله؟ والله يا ولد انا مستغربه، هو لحق يوم ولا حتى ليله؟ وده ينفع ولا يصح؟ هي بنت عمه ايه، لعبه؟ مالك يا طه؟ في ايه؟ هتتجنك ده ليه؟ عشان تسرع زين ياما، تسرع اللي هيخسرنا بنت عمنا، ودول دلوقتي مش قرايبنا وبس، دول قرايبنا ونسايبنا كمان. انا معاك يا ولدي، هو تسرع في الموضوع ده، بس المفروض يفكر فيه تاني. تاني وتالت ورابع ياما، مش معنى ان مراته قفلت الباب في وشه يقوم يجري على اول باب يلاقيه في وشه. اوعاك تتكلم على اخوك زين بالطريقه دي قدامي مره تانيه، سامع ولا لا؟ وبعدين مين اللي قال لك ان هي اللي قفلت الباب في وشه؟ هو اللي قفل الباب في وشها. ماشي ياما، هو اللي قفل الباب في وشها. اتكلمي معاه ياما، البنت مش حمل انها تتجرح تاني. ليلى لو اتجرحت تاني مش هتفوق من جرحها ولو بعد 100 سنه. عندك حق يا ولدي، ليلى غلبانه وبختها قليل، وده نفس الخوف اللي عندي. منور يا زين. بنورك يا مرات عمي. منوره يا صالحه. بنورك يا خيتي. صالحه طول عمرها بتيجي تزورنا لوحدها، مش عوايدك تيجي معاها. ومن قال لك يا مرات عمي ان انا اللي جاي معاها؟ امي اللي جاي معايا النبادي. ربنا يخليك. انا جاي طالب يد ليلى. يا ربي يد انا. انا رجعت بكلامي. لا لا ما ترجعش بكلامك والنهبي. انا اكتب الكتاب نفسه. بتاعة الجن اي وقت. قلت لك يما، قلت لك قلبي قلبي كان حاسس. ربنا يا بنتي يكتب لك اللي فيه الخير ويطلع كل اللي في دماغي غلط. غلط ايه وصح يما؟ ده بدل ما تزغرطي زغرطتين. مش قادره انسى اللي فات واللي عشته معاكي في قصه زين دي. عشان خاطر يما انسي انسي وافتحي صفحه جديده مع زين، وديكي شايفه بعينيك انه شاريني. حاضر يا بنتي هفتح صفحه جديده مع زين، وانا عايزه ايه اكتر من كده؟ نشوفك مبسوطه معاه ويراعي ربنا فيك. ما تقلقيش يما، اللي جاي حلو، اللي جاي احسن من اللي فات. اسمعي مني. زغرتي زغرت. ايوه حلمك دي. حبيبتي حبيبتي يا بنتي. اني توكلت على الله. زواج زواج موكلة موكلة.
لموكلك على الصداق المسمى بيننا عاجله واجله زواجا شرعيا مباركا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إني توكلت على الله وقبلت زواج موكلي لموكلتك على الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله زواجا شرعيا مباركا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقبل عندكم جميعا والفاتحة. مش هنسمع زغروطة ولا ايه؟ ألف مبروك عرفتي. ما اعرفش بقى اقول لك يا حماتي ولا مرات عمي ولا اقول لك ايه بالظبط. كل اللي انت عايزه. اتفضل عليك يا ولد. بيحصل ده حقيقي يا زين؟ اللي بتعملي ده ليلى عصام؟ انا بصراحه مش مصدقه نفسي يا زين. قول لي، واحنا فعلا اتجوزنا ولا لا؟ انت طب مش تقولي صباحيه مباركه الاول؟ صباحيه مباركه. اتجوزنا على سنه الله ورسوله، مش حلم ولا حاجه. اللي بيصبر بينول يا ليلى. وانا الصراحه انا صبرت كتير. ده انا اللي صبرت ونولت. انت مسلي زوجها الصالحه يا ليلى، وزوجها الصالحة روضة من رياض الجنة. عشان كده مفروض كل يوم أصلي 10 ركعات حمد وشكر لله إنه رزقني بيكي. طب احلف إن الكلام ده من قلبك. لسه كده مش مصدقة بعد اللي حصل امبارح ده كله. الله يطول وقتي. جعان يا بنت عايزة أكل؟ حاضر. ربنا البنت طلعت حلوة.